السلام عليكم. بتهيألي مفيش كلام اكتر من انا ان اوصفكم ان انتوا ابهات مثاليات فعلا. يعني الام المثاليه دي هي الام اللي ربت وكبرت وتعبت وادت واجبها زي ما بيقولوا على اكمل وجه. حبيبي اللي بيعيط دوت في ايه؟ بس مين مضايقه؟ بس تشوفني وانا بتكلم ولا تسمعني وانا بتكلم؟ تسمعني وانا بتكلم كده؟ شايفني كده؟ شايف؟ انا واقفه فد. هم ضيوفنا فد. خلاص يا فندم، انا شفت انت المفروض تسمعني وانا بتكلم مش تشوفني وانا بتكلم. ما انا اهو واقفه اهو. اتفضلوا حضرتك، استريح ملكوش دعوه بيا. انا كنت بقول حاجه في يوم امبارح، اما انا عارفه ان انا هقابلكم النهارده، خطر في بالي سؤال. انا عارفه ان محدش يعرف يجاوبه، انا ما عنديش اولاد فمش عارفه الحقيقه، بس قلت اكيد الاجابه ما بيعرفهاش غير الامهات. الطفل الصغير لا حول له ولا قوه اللي بيتولد بين ايدينا ده، بتشكلوه وبتربوه وبتعملوا المستحيل وتسهروا الليالي. الولد اللي بتشوفه دلوقتي اللي بيقتل امه بيقتل ابوه او ينحرف عن كل الدنيا، مش عارفه، الولد اللي بيقتل الاطفال، الولد اللي بيغتصب الاطفال، الولد اللي بيقطف الاطفال، الولد اتربى ازاي؟ يعني امه عملته كده ازاي؟ ما هو ما فيش حد عمله غير امه. مش ممكن ابدا تكون امه ربته تربيه مثاليه وطلع كده، مش ممكن. كان الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ويحسن اليه كان في البرنامج بتاعه بتاع العلم والايمان، كان جاب تجربه بتاع جاب نسناس صغير خدوه من امه لما اتولد، ونسناس تاني قعد مع امه، فحطوا الاثنين ده لوحده ده لوحده، لقوا ان النسناس الصغير ده كل اللي بيعمله ان هو ال 24 ساعه بيحطت ايديه فوق راسه وبيتهزز زي ما يكون بيتهدهد، زي ما احنا بنهدهد ولادنا واحنا صغيرين، برغم ان هو ما شافش امه وما يعرفش ان الام بتعمل كده، وما كانش بيتكلم وما كانش بيبص وما كانش بيركز. وبعدين لما كبر شويه ابتدى ينحرف عن المعتاد. هو كان بيعمل مؤشر علشان كانت الحلقه كلها ازاي الانسان اما بيبقى بيتربى في حضن امه بيطلع انسان طبيعي. السؤال اللي انا سالته نفسي امبارح، المآسي اللي انا بشوفها كل يوم، الاطفال اللي بتغتصب الصغيرين، الاطفال اللي بتتخطف اللي احنا شايفينه، الاطفال اللي بتتسجن دلوقتي، امهاتهم عملت فيهم ايه؟ يعني انا جاوبت على نفسي على قدي. انا قلت انا امي، وانا قلتها قبل كده، انا قلت امي وانا صغيره كانت عندنا واجب انا واخواتي السته، وكانت بتلاقي وقت، وهي على فكره عمرها ما قعدت سمعتني ولا قعدت سمعته ولا فضلت روحها مخصوص عشاننا، بس احنا كنا عارفين ان واحد فينا لازم يدخل يقول عمل ايه من الصبح، يعني ندخل نقول احنا روحنا المدرسه عملنا ايه. كارثه كبيره لو حد فينا قال ان هو قعد حصتين فاضيين، تاني يوم تبقى عند مدير المدرسه البنت قعدت فاضيه حصتين، انا بعتها لكم عشان قعدوها فاضيه، وكان بيبقى عقاب للمدرسه كلها ازاي انا قاعده حصتين فاضيين. وكانوا اخواتي يقولوا ما تنكديش علينا لو قاعده فاضيه، انا قعدت اقول الحقيقه وماليش دعوه. اخواتي كانوا بيزوقوا الدنيا ويجيبوا لها حاجات كده كنا بننقلها من ساعتنا على السبوره وتروح عامله صح، فيقولوا لها بصي كلنا ممتازين طبعا، لكن انا ما عنديش الحاجه الصح لان انا النهارده ما كانش عندي دراسه. فطبعا كانت تتنكد جدا وتزعل جدا وتتنبه، تسيب بقى اللي في ايديها تنشر مثلا، تطبخ مثلا، ما احنا وراها بنكلمها وهي داخله في كل حته، ما فضتش روح. بس تخيلوا الحكايه دي هي اتعملت فينا. انا بلاقي اخواتي دلوقتي بيحملوا نفس الحكايه مع اولادهم، اتعملت ايه من الصبح؟ صاحبك مين؟ وبعدين تعمل علاقه مع مامات او اهالي زمايلهم وتختار لهم زمايلهم. المهم ان انت تخلي ابنك او بنتك تتكلم
ما نقولش دلوقتي زي ما انا بسمع الامهات لا ده جيل مجنون ما احنا عارفين نتكلم معاه. طب يبصوا لنا علينا انا جاهله، لا انا مش جاهله ولا حاجه، انت ممكن جدا حضرتك تعليمي روحك الكمبيوتر ببساطه شديده، انت عندك هنا مركز التطوير الاداري بيعلم كل الناس وانت موظفه في الحكومه ممكن جدا تتعلمي وتبقي زيه، يعني 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 مش صعب عليكي ان انت تتعلمي لغته، لكن مهم عليكي قوي ان انت تتعلمي لغته. انا عارفه ان انت تعبانه وشقيانه ومطحونه وعندك حاجات كتير جدا اكتر من اي حد، وكفايه ان انت الوحيده ما بتاخديش اجازه. انا دايما اقول المراه ما بتاخدش اجازه، هي المخلوق الوحيد اللي بياخدش اجازه. تعالوا نشوف العيد، العيد كلنا نقول العيد ونقوم بقى الساعه 1 الظهر واثنين الظهر، هي عندها العيد شغل ما عندهاش اجازه. نقول النهارده موسم، كلنا موسم ده، يعني هي بتطبخ، يعني في كل المناسبات الحلوه والوحشه الام دي ما بتاخدش اجازه خالص. انا عارفه انك مطحونه بس خلي بالك ان انت لو انت يعني ما حافظتيش على ابنك، في ام ثانيه بعيد خالص عن انها تحافظ على ابنتها هيفصل لك ابنك. فقوي علاقتك قوي بابنائك، وبعدين ما فيش حكايه ان انت تخافي ان هو بيعرف كمبيوتر، واصله دلوقتي ما بقيناش نعرف نكلمه يا ستي، واصله قافل على نفس الاوضه طول النهار وحاطط اللابتوب ده، ده انا هقعد هتعلم لغته وهقعد جنبه وهعرف اللغه بتاعته. صدقيني انت مش بتحمي ابنك بس، بتحمي مجتمع جاي، لان دلوقتي بقى في تحديات كتير جدا. مش بلاش نستسلم الاستسلام اللي احنا فيه دلوقتي، وكل ام تقول لك ما هو هو فين وانا فين، اصل التعليم غير تعليمي، هو احنا كنا لا طبعا هو ما اتعلمش اللي هو اتعلمه ده في المدرسه على فكره، ده هو اتعلمه من السايبر وتعلمه مش عارفه فين وتعلم، وانت اديتي له فلوس عشان يروح يتعلم. طب ما تعلمي نفسك انت كمان، اذا كانت اللغه بتاعتك بس هي الصعبه لا اتعلمي وخشي معاه واعملي صداقه معاه. جميل جدا ان انت تبقي انت واولادك اصدقاء على الفيسبوك واصدقاء في كل حته، او انت وابنك او انت وبنتك، هتلاقيها صعبه في الاول، لكن هو هيحب جدا انه يشوفك بتطوري روحك، ويبقى فخور جدا لما يلاقيكي في يوم من الايام ان انت عامله على الفيسبوك حاجه وبتتكلمي وبتتشاوري. هو هيعرف كويس قوي ان امه هتبقي مثال ليه. فبس هي بس الحته دي بس اللي انا نفسي تعملوها، وانا عارفه ان انتوا الادوار بتاعتكم صعبه جدا، لكن هي دي بس لان انا شايفه الحوادث كتير جدا لاطفال صغيرين وشباب صغيرين، شباب زي الورد بيروحوا ضحايا، واطفال صغيرين ما لهمش ذنب في اي حاجه بيروحوا ضحايا. فاذا ما كناش احنا نوعي اولادنا ونكمل الطريق بتاعنا وما نستسلمش، انا مش عارفه ممكن بكره المجتمع يبقى ايه. انا سعيده ان انا عندي زمايلي امهات مثاليات، وانا عارفه ان انتوا عظماء وعملتوا ادوار عظيمه جدا، وانا اذا كنت النهارده بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، والوزاره بتقدم لكم حاجه رمزيه، فدي حاجه بسيطه جدا، مش قد مقامكم ولا قد الدور اللي انتوا عملتوه. فاحنا بنتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين وتقبلوها مننا، وبنقول لكم كلكم كلنا كل سنه وانتم طيبين. تسمحي لي يما من وقتك شوية، أنسى جنبك حمل شايله تقيل عليا. تسمحي لي يما من وقتك شوية، أنسى جنبك حمل شايله تقيل عليا. زي عادتك تسمعيني، لو بكيت استحمليني، زي عادتك اسمعيني، لو بكيت استحمليني. ياما زادت قسوة الأيام عليا، يما زادت قسوة الأيام علي. من غيرك يما هناني تعبت سهرت علشاني، من غيرك يما هناني تعبت سهرت علشاني، لو عشت العمر خدالي ما هيوفيكي، لو عشت العمر خدالي ما هيوفيكي. سنين تحضني وتضمي
برضاك يا عمي اتهنى وتحت قدامك الجنه ومن قلبي بدعيتي لحتى العمر ما يوفي والدنيا بحالها ما تكفي لحتى العمر ما يوفي والدنيا بحالها ما تكفي النظره اللي في عينيكي. يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجواك يا ميه غالية عليا وضعي عليا يا أول كلمة نطقها لساني ماما 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 يا ماما الأستاذة ميرفت محمد عثمان مصطفى